شو هالأناقة أمي؟ رح نحتفل بشي هالليلة؟ أكيد. وبعد شوي رح تعرف بشو. ست ليلى، تحبي وزع الأكل؟ لا، مش هلأ ربع. هلأ جيبي لي صحن حطي هون حدي، جيينا حدا. أهلا وسهلا بنايا. مرحبا. نورتي. مرحبا. 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 هاي. 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 قربي قربي. قربي لها الكرسي خليها تقعد حدي. شكرا. فارس بدي اياك تشوف وقتك وتنظم مواعيدك لانه لازم نعملكم عرس لحتى كل الناس تعرف انكم تجوزتوا بأقرب وقت. نحن بنعرف. وصريرة كان بدها عرس، كنت عملت لنا؟ مش مفروض يكون بدها لحتى نعمل عرس ماما. الأصول هيك بتقول. أنا رح أعملكم عرس بحسب عاداتنا وتقاليدنا، ورح أعزم عليه كل الناس. وهذا العرس رح يكون عرسي. عرسك أنت ومرتك. وعرس نايا وخليل. خليل ونايا؟ ايه خليل ونايا. مبروك، فاجأتوني للصراحة. ايه اكيد رح تتفاجأ لانه هديك الليلة كنا قاعدين نحن ومسيو شهاب وعائلته لحتى نحكي بهذا الموضوع، بس ما قدرنا نكفي حديثنا لانه كنت انت تجيب لنا مفاجأة. هلا فهم، ما كان معي خبر. خليل اجى لعندي وقال لي انه هو بحبها لنايا، وانا حبيت اضرب الحديد هو حامي ورحت طلبتها. شو بدي احلى من هيك؟ بنت حلوه مهذبه ومن عيله محترمه بتعرف بالاصول. مش هيك خليل؟ ايه ما انا كنت مستعجل كتير. خلوني بوسكن. مبروك.